نجح فريق التنس بالنادي الأهلي للناشئين تحت 16 سنة في الفوز ببطولة الدوري العام، وذلك عقب تخطيه لجميع منافسيه في البطولة عن جدارة واستحقاق. وبدأ ناشئو القلعة الحمراء مشوارهم في البطولة بالفوز على جزيرة الورد بنتيجة 9-0، والتي أقيمت على ملاعب النادي بالجزيرة، قبل أن يفوز على هيليوبوليس الشروق بنفس النتيجة وعلى نفس الملعب، قبل أن ينتقل الفريق للعب على المراحل النهائية والتي أقيمت على ملاعب نادي سماش بالخمايل، وفاز فيها على وادي دجلة بنتيجة 6-0 في منافسات الفردي وعدم خوض منافسات الزوجي. واستطاع أبناء القلعة الحمراء الفوز على صيد الدقي في النهائي بنتيجة 6-2 ليتوجوا باللقب. ويضم فريق تنس الأهلي للناشئين كلا من أحمد ياسر حسني، مصطفى هشام سيف، عبد الرحمن خالد عطلة، نجاد رضا عزت، بلال خالد الشرقاوي، أدهم مختار غباشي، سيف هشام الشرقاوي، ياسين محمد عز الدين، عمر عماد علي، محمد هشام شفعي، محمد أحمد إبراهيم حنفي، وعمر محمد شعبان. ويرأس جهاز التنس بالأهلي طارق صبحي ومحمود عبد المبدي كمدير فني، وأحمد منير مدربا عاما، وحسن صوفي مدربا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرا إداريا. ويأمل مسؤولو المارد الأحمر لتصدير العديد من المواهب لمنتخبنا الوطني، والسعي على خطى ميار شريف نجمة النادي الأهلي والتي وصلت إلى العالمية وحققت الكثير من الألقاب والإنجازات خلال الفترة الماضية.